مرحبا، وردتنا العديد من الأسئلة حول مؤتمر اللاجئين السوريين اللي رح يصير بجامعة غازي عنتاب، ورح أحاول بهذا الفيديو جاوب عن هاي الأسئلة. بالبداية، شو هو المؤتمر اللي رح يصير بجامعة غازي عنتاب؟ المؤتمر هو بعنوان The Global Syrian Refugee Crisis، رح يصير بالفترة ما بين 14 و18 تشرين الأول عام 2019 بجامعة غازي عنتاب. هذا المؤتمر هدفه تقديم الدروس اللي تم تعلمها من قبل الجهات الأكاديمية، المنظمات غير الحكومية، المنظمات الحكومية بالتعامل مع قضايا اللاجئين سواء داخل تركيا أو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو بأوروبا أو بأمريكا. شو الأمور اللي بيغطيها هذا المؤتمر؟ المؤتمر رح يغطي القضايا المتعلقة بالصحة الجسدية والصحة النفسية للاجئين، رح يغطي الأمور المتعلقة بالتعليم، بالإضافة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين. هل هذا المؤتمر رح يغطي فقط قضية اللاجئين السوريين؟ لا، المؤتمر رح يغطي جميع التجارب المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين على مستوى العالم، كون قضية اللاجئين تعتبر من أهم القضايا الإنسانية اللي عم يعيشها العالم حاليا. شو هي الأنشطة اللي رح تتم القيام فيها خلال هذا المؤتمر؟ المؤتمر هو عبارة عن 4 أيام، رح يتخللها 2.5 يومين من الأنشطة العلمية. هي الأنشطة رح تكون عبارة عن جلسات نقاش مفتوحة، بالإضافة لبانل ديسكشن اللي هي نقاشات على المنصة، بالإضافة لورشات عمل وبوسترات لتقديم الخلاصات العلمية، بالإضافة للنقاشات. رح يتخلل اليوم الواحد عدة مسارات متوازية، ممكن المشاركين يحضروا المسار المناسب لهم لحتى يحصلوا على الخبرة اللي هن بحاجة لها. كيف ممكن شارك بهذا المؤتمر؟ ممكن شارك بهذا المؤتمر لمجرد كوني عامل ضمن مؤسسة أكاديمية، منظمة حكومية أو منظمة غير حكومية، أو عندي مهارات بحثية. ممكن أني أعمل إرسال لخلاصة علمية Scientific Abstract مكونة من 5000 كلمة تتضمن البنية الأساسية للخلاصة العلمية، برسلها للإيميل المرتبط بموقع المؤتمر، ورح تتم دراسة هي الخلاصات من قبل لجنة علمية مكونة من كوادر أكاديمية موجودة بتركيا وأمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هي اللجنة رح تقوم بدراسة هي الأبستراكتس، ورح تقرر كل أبستراكت وين رح يكون مكانها ضمن المؤتمر. ممكن تكون بجلسات نقاش المفتوحة، ممكن تكون بجلسات نقاش حول طاولات مستديرة، ممكن تكون على شكل بوسترات. تاريخ التقديم النهائي للساينتيفيك أبستراكتس أو تقديم الخلاصات العلمية رح يكون هو 1 نيسان من عام 2019. رح تتسنى للجنة دراسة الأبستراكت وأخذ القرار بإعداد البرنامج النهائي. قديش رح تكون مدة تقديم الأبستراكت؟ مدة التقديم بتحددها اللجنة العلمية اللي رح تقوم بدراسة هاي الأبستراكت وتقرر بأي جلسة رح تكون هاي الأبستراكت موجودة، وأي وقت رح تتقدم، وقديش رح تكون مدتها، ورح يتم إبلاغ الشخص اللي عمل سبمشن لهاي الأبستراكت بالوقت المحدد والتاريخ المحدد لجلسته. مين بيقدر يقدم الأبستراكت؟ أي شخص بيلاقي عنده القدرة من الناحية العلمية على تقديم ساينتيفيك أبستراكت وقادر يسلمها بالوقت المناسب اللي هو 1 نيسان 2019. بالنهاية بالبوستر المرفق بهذا الفيديو رح يكون في تفاصيل إضافية حول طريقة إرسال الخلاصات العلمية، شو هي المواضيع اللي رح تكون متضمنة ضمن هذا المؤتمر، مين هي الجهات اللي رح تكون موجودة ضمن المؤتمر، وشو هي الأهداف النهائية للمؤتمر. طبعا إذا بدكم أي تفاصيل إضافية ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني للمؤتمر اللي هو www.syrianrefugeeconference.com.